النظري اوكي هذا الخطا لما نقول احنا مصلحه الكويت اهم يزعلون باللجنه الفنيه او الاتحاد، لا هذا خطا الاتحاد واللجنه الفنيه باختيار المدرب. من اختار المدرب؟ المفروض اختار المدرب قد مستقالتهم يمشون، حتى الاتحاد المفروض يمشي. هذا منتخب الكويت. تبي عاد الجزئيه اللي مهمه جدا. انا سمعت لقاء حق ابو تركي بعد المباراه يقول حاولت بقدر المستطاع ان يشارك اللاعبين الثلاث ذول. زين الولد لاعب النص اسمه محمد شعقبه، من مختار المدرب؟ قاعد المدرب زين. انا اكلمك كرئيس اتحاد وي اشوفه اللاعبين الاساسيين اللي في المباراه الاولى مو راضي يبتدي فيهم اللي هو بدر ويوسف. لا بس ما يصير محمد، خلينا نكون حقانيين بعد. انت اليوم انا برجع بحق احمد، ما عليه خليني اكمل مع انا محمد. كمسؤول اي اقول حق المدرب ليش ما بديت فيهم الثلاثه؟ لا يقول... هذا التصريح هذا راح ارجع له، بس انا اتطرق حق موضوع انه في وايد من الناس يقول لك لا ما دام احنا لعبنا مباراه نيبال وكان مستوانا زين ابدي بنفس التشكيل. ما يصير، يعني كل مباراه اكيد لها طريقتها، لها تكتيكها، لها اسلوبها. مباراه منتخب استرالي تدري منتخب استرالي في قوه. نعم. من المفروض يلعب؟ بدر مطوع، فهد الانصاري، يوسف ناصر، هذين عندهم خبره ثلاثه. وفهد الانصاري مفروض اللعب اللي ضافت الشوط الثاني داخله اهل حق اللعبه هذه. لاعبين ضد استراليا كلهم. وبعدين يا جماعه ترى اقول لكم شيء، انا اشكر المنتخب الاسترالي لو مكمل على نفس اداء الشوط الاول نطلع 6-7. بس هم استلموا المباراه، خلصت المباراه، ريحوا هذا بس قاعد ينقل. عنده 21 نقله. بدر مطوع انا اغلى برا مع فهد الانصاري ويوسف ناصر. من عندك تشوف يوسف ناصر يوم لعب كم كره سدد؟ شنو الاماكن قاعد ياخذ؟ اول شيء فهد الانصاري ويوسف ناصر عندهم القوه الجسمانيه يعني البدنيه. نعم. يقدرون يدافعون. ذيل الفريق الاسترالي قوه بدنيه واجسام، وين جاري من في لاعبين صغار بس بالمباريات هذه تحتاج لاعبين خبره عايشين الاجواء هذه، الجمهور قوه تحت الضغط والقوه يعرفون يديرون المباراه. بس مع الاسف اوكي الشيخ احمد يقول انه ضاغط على المدرب، حرام هذا يقعد بالكويت يصير المدرب.